Bonjour mes amis, vous allez bien? C'est Carole, votre prof de français. أنا كتير مبسوطة إنه التقى فيكم بهالحلقة الجديدة. اليوم حبيت لكم بونجور من هيدي الطاولة. La table. Sur la table, il y a des pots de fleurs. Des fleurs. وهيدي كلمة تعلمناها بالحلقات الماضية. Fleurs يعني زهور. Fleurs. بدي لكم شي عن كلمة fleurs. كلمة fleurs بتنكتب بالطريقة التالية. تخيلوا معي منيح الأحرف. F L E U R بدي ارجع عيدهم F L E U مع بعضهم R فلور كتار منكم توقفوا قدام E U وقالوا E U نحن تعلمنا بالحلقة الماضية انه E U بلفظها E مثل بلو مثل بلو شوفو وكتار من الكلمات صحيح بس أنا كمان قلتلكن سكري صغير إنه أو أو مرات كمان فينا نلفظه بغير طريقة وهيدي تاني طريقة فلور بسمعوا أو بفتح تمي مش أو أو مثل فلور خلوا دايما ببالكن كلمة فلور إين فلور يعني زهرة فلور هلا رح نشوف كيف تنكتب ومش بس رح نتعلم هالكلمة رح نتعلم كتير كلمات تتضمن لفونام أو أو هالمرة بسمعوا أ جاهزين؟ هيدي الحلقة كتير مشوقة بديكن تتابعوها كتير منيح وتحضروا لصفحة واحدة لإلها على دفتركن وبالبداية مثل العادة هنسمع أغنية كلكم تنطروها لألفابي فرنسي Qu'est-ce qui forme l'alphabet? Le sais-tu? Le sais-tu? Qu'est-ce qui forme l'alphabet? Le sais-tu? Les lettres? Oui! Les connais-tu? A. Avion. B. Bateau. C. Cochon. D. Comme des. E. Éléphant. F. Comme fleur. G. Girafe. H. Hibou. I comme il, J comme jus, K kangourou, L comme lune, M mouton, N comme nous, O orange, P comme pomme, Q comme 4, R radis, S serpent, T tortue, U univers, V vélo, W wagon, X Xavier, Y comme yaourt. Z comme zèbre. رجعنا أصدقائي سمعتوا منيح الألفابي فرنسي؟ تذكرتوا كيف نكتب أ أ أكيد أ أو جانتان أ هيدا الشيء شفناه بالحلقة الماضية سي لو فونيم أ وتعالوا نتذكر سوا شو الكلمات يلي تعلمناها بالفونيم أ أن بنو برافو أن Pneu. Je ferme la bouche. Pneu. Chou kamen. Bleu. La couleur bleue. Mais me dire-t-il les barat kelme? Un jeu. Très bien. Un jeu. L'orba. Un jeu. Un pneu, yane itar. Itar doulib. Itar. Al ajala. Zakartou. Un pneu. Bleu ou laun el azra. Un jeu ou l'orba. بعد بدي كلمة. Un cheveu. Bravo. Un cheveu. يعني شعرة واحدة. Au pluriel, نقلون des cheveux. وكتار غيروا من الكلمات سمعنا فيها E. بدي إياكم ترسموا خط بالوسط تتفصلوا هالكلمات عن الكلمات يلي رح نتعلمها اليوم. اليوم كمان رح نشوف الفونام ذاته يلي هو E كمان. رح أرجع أكتب E هون. بكتبوا بذات الطريقة ولكن بلفظوا je prononce d'une façon différente بلفظوا بطريقة مختلفة بفتح تمي أ وأول كلمة رح نشوفها اليوم une fleur une F L E U بهالطريقة بلفظها fleur fleur une fleur une fleur فيني أقول لا فلور طيب أنا بدي أسألكم إذا كتبت دي فلور
يعني كتير زهور. شو بحط بالآخر؟ مين بده يقول لي؟ اس، برافو دي فلور، بحط لها اس لأنها بلوريال، بلوريال يعني جمع. فلور، بفتح تمي فلور. بهيدي الحلقة رح نتعلم كلمات بتتضمن الفونيم أ مش أ. انتبهوا، أ أ. أنا بدي أتفق معكم، لما بدي أرمز للفظ أ برسم حده دائرة، ولما بدي أرمز للفظ أ فيني أرسم مثلث، تريانجل، دائرة، أن سيركل، دائرة. شوفوا، أن بنو رسموا تحتها سيركل، بلو سيركل، أن جو سيركل، أن شوفو أن سيركل. هيك لما بتشوفوها بتتذكروا إنه لازم سكر تمي مثل الدائرة. أما une fleur برسم تحتها تريانجل يعني مثلث، فلور تتذكر إنه بفتح تمي. اتفقنا؟ هلا رح اترككم ترتاحوا شوي من بعد ما تكونوا حطيتوا هالعلامات كلها وكتبتوا كل هالكلمات مع فقرة صغيرة، ورح نتابع على الشاشة سور ليكران. Une pieuvre. Un pêcheur. Un ordinateur. Une fleur. La peur. La chaleur. أنا جاهزة. Je suis prête. مثل ما وعدتكم، je vous ai préparé sur l'écran des mots qui contiennent le phonème E mais qu'on prononce E. نفتح. يعني فين نقول le phonème E. انتبهوا، بتفتحوا شوي تمكن. تتذكروا كيف نلفظها؟ تذكروا فلور. لأنه كتار منكم صاروا يعرفوا إنه فلور بلفظها بهالطريقة. أول كلمة شايفينها كلمة شوي طويلة ويمكن كتار منكم ما بيعرفوها، بديكم تكتبوها كتير منيح. الحاسوب كمبيوتر، ان فرانسي بنقول له ان اورديناتور. طويل شوي الكلمه، بدنا نقسمها. شوفوا، اور دي نا تور. بعد مره، اور دي نا تور. كثير سهله، او ار دي اي ان ا تي. وهون بتوقف على الفونيم أ أ أ، وبالأخير بحط لليتر أر. أن أورديناتور، بدي إياكم ترسموا تحت إشارة إنه بعمل ليزون، يعني بوصلهم ببعضهم. أن أورديناتور، طويلة شوي، تمرنوا عليها كتير منيح. قسموها، هول اللي عم نقسمهم بيقولوا لهم أن فرونسي دي سيلاب. سيلاب يعني ألفاظ. أورديناتور، كأنه جاتو وعم نقصه لقطع. أور دي نا تور. أول شيء تمرنوا عليها بهالطريقة، بعدين بتصيروا سريعين وعلموها لأخواتكم الصغار. أورديناتور يعني حاسوب. هلأ بننتقل للكلمة الثانية. شو شايفين أنتو؟ أنا شايفة ترمومتر يعني ميزان حرارة، والحرارة عالية لأنه في شمس. بس يكون في شمس بنقول الحر، الحر يعني شوب. لا شالور، لا شالور يعني الحرارة، الحر. لا شالور، شالور كلمة كتير مهمة. أولا بتتضمن لفونام ش، ش أ ال أ أ مع بعضهم، بسمعهم أ أغ على فم. في شيء أنا لفت لنظري، ما بعرف إذا أنتو كمان انتبهتوا له، لي مو أو فيمينا يعني الكلمات المؤنث يلي بتنتهي ب أغ أ أ أغ ما بتاخد أ، مثل une fleur, la chaleur. هول الكلمات هن مؤنث بس ما بنحط لهم أ. انتبهوا تذكروهم كثير منيح، أ أ أغ بالآخر إذا كانوا مؤنث ما بنحط لهم أ. لا شالور يعني الحر. بقول جي شو يعني حاسس بالحرارة، كثير مشوق. شالور، افتحوا تمكن ورسموا تريانجل يعني مثلث تحتها. رح تابع
الكلمة الثالثة أكيد بتعرفوها كتير منيح، بس حبيت أرجع فرجيكم إياها مع رسمة. une fleur. une fleur يعني زهرة. مين بيقدر يذكرني إذا قلت trois fleurs شو بدي حط لفلور؟ X أو S؟ S أكيد، لأنه ما عندي بالآخر E U، عندي R. une fleur. des fleurs بحط لها S. je continue. انتو شو شايفين؟ انا شايفة حدا خايف كتير. انتو بتخافوا من شي؟ في ناس بتخاف من العتمة، في ناس بتخاف من الرعد، في ناس بتخاف اذا شافت كلب، في ناس بتخاف اذا شافت حشرة. انا مثلا بخاف من الحشرات. في ناس بتخاف اذا شافت افعى، سيربان. لا بور، الخوف. لا بور. لا بور بقول جي بور. جي بور يعني خائف، انا خائف. tu as peur يعني انت خائف او انت خائفة. il a peur هو خائف. elle a peur هي خائفة. تعالوا نعيدهم مع بعضنا. j'ai peur. tu as peur. il a peur هو اذا كان صبي. elle a peur هي اذا كانت فتاة. كلمة peur يعني خوف. ما تخافوا ابدا، لازم تواجهوا خوفكم. واذا في اكيد حيوانات مفترسه او حشرات فينا اكيد نعيط لحدا كبير، بس ما بنخاف من العتمه، ما في شيء بخوف بالعتمه ابدا. اتفقنا؟ اذا لا بور. بور هي كمان كلمه فيمينا، سي ان مو فيمينا. ريغاردي اون دي لا بور. من هيك لانها فيمينا بتنتهي ب او او اخ ما بنحط لها او. نحن بنعرف كل الكلمات بنحط لهم او او فيمينا، إلا الكلمات يلي بينتهوا ب E U R comme la peur. je continue. عندي هون صياد سمك. صياد السمك بنقول له un pêcheur. le verbe pêcher يعني اصطاد. pêcher اصطاد. un pêcheur من نفس العائلة de la même famille يعني يلي بيتصيد. الصياد. un pêcheur. شوفوا pêcheur شو حطينا على الـ accent circonflex يعني شابو. بنلفظها pêcheur مش pêcheur. un pêcheur. pêcheur à la fin se termine par e u r. بفتح تمي ما بقول pêcheur. pêcheur. un pêcheur. اما الكلمة الأخيرة مثل ما شايفين اخطبوط هو حيوان بيعيش بالماء وعنده 8 pattes 8 8. إذا منعدهم بيكونوا 8. دي تنتاكول بيقولوا لهم مش دي بات، يعني مثل الإجرين هيك. شايفينه شي مرة بالصور أو على التلفزيون؟ عنده 8 تنتاكول يعني 8. هيدا الحيوان الأخطبوط بنقول له أون فرونسي أون بيوفر مش بيوفر. بيوفر بنفتح تمنا. أون بيوفر. شوفوا الفونيم أ موجود بوسط الكلمة، au milieu du mot. une pieuvre. v r e. بدي اياكم تنتبهوا انتو عم تكتبوا v وراء r وراء e لانه كتير في برمات بالقلم، بدنا ننتبه كتير منيح. une pieuvre. pieuvre يعني اخطبوط. رح ارجع عيد الكلمات كلهم، كلمات كتير مهمين اليوم، تعلمنا كتير. أول كلمة تعلمناها حاسوب بنقول له أن أورديناتور. أورديناتور. تعلمنا لا شالور الحر. لا شالور جي شو. تالت كلمة أون فلور زهرة. أون فلور. كلمة الرابعة لا بور الخوف. لا peur. الكلمة اللي بعدها هي un pêcheur صياد السمك. ما تنسوا pêcheur بنحط على ال e e accent circonflexe بنحط عليه accent circonflexe. عم تعرفوا تلفظوها circonflexe يعني شابو. فيكم تحطوها بغير لون لما تنسوها ابدا. اما الكلمة الأخيرة فهي الأخطبوط une pieuvre. une pieuvre. كتبتوها؟
برافو هي مجموعه من الكلمات اليوم كانت شوي صعبه انا بوعدكم انه رح نرجع نشوفها باكزرسيس هلا رح اترككم ترتاحوا وتراجعون شوي رح ارجع التقى فيكم وتابلو باسكو جو فوزي بريباري ان تري بيل اكزرسيس Les animaux sauvages ne vivent pas dans ma maison. Ils préfèrent les forêts et les jungles sous le règne de leur roi, le lion. L'aigle dans le ciel vole très très haut. Le gentil écureuil grignote les noisettes. L'ours est énorme, mais il est très beau. Le grand éléphant, le serpent à sonnette, le crocodile nage dans l'eau, le panda protégeons-le. Moi j'aime tous les animaux sauvages ne vivent pas dans ma maison. Ils préfèrent les forêts et les jungles sous le règne de leur roi. Le lion. Voilà mes amis, je vous ai préparé un exercice. Cette fois, la consigne, elle est grande. Chouffou chaka tabt fiha. Entour, yani ada daira. Entour le phonème. Phonème, yani le son. Phonème, yani le son. E. كلمة شوف E أو E جوفي لانتوري لأنه كلمة شوف E E بقول يا بدي ألفظو E يا بدي ألفظو E بس شو حطيت لكم أنا entre parenthèses هولي ce sont des parenthèses attention يعني انتبهوا à la prononciation يعني لفظون كيف بدي ألفظون تعالوا نتفق أنا وياكم إذا بلفظها E رح حط تحت دائرة صغيرة un cercle un petit cercle وإذا قلت E je vais mettre un triangle جاهزين أكيد نحنا بدنا نلاقي le phoneme E بكل كلمة رح on va l'entourer وبعدين رح نحط العلامة تحته هيك بيبقى عندكم على الدفتر تتذكروا كيف نلفظه جاهزين كل الكلمات إذا مذكركم تتضمن هيدا الفونيم خلينا نبلش بأول كلمة تعالوا نقرا سوا un j C'est un J. J. Je. Un je. Bravo. Voilà le phonème E. Je l'entoure. Bas ils ont les entoure. Il y a une adar daira. Alors, bas quand ils ont les ou je ou je. Je. Bravo. Hatto tahto bighir loun. Un petit cercle. Bas la tzakkaro. Inno bilfzo E. Iza entou bethabou tahto ishara tanya. Masalan bethabou tahto un cœur. Qalb zghir. Mitl ma batkoun. Ou ward zghir. Mitl ma batkoun. بس أنا عم ساعدكم لتتذكروا كيف نلفظهم. أن جو أو تري بيان رح تابع جو كونتينيو أون تعالوا نلفظها سوا هالكلمة أون بيوفر قلت بيوف أو بيوفر بيوفر تو دابور قبل كل شيء جانتور لو فونيم أو إي جو شوازي قلت بيوفر دونك جو في ميتر أن بوتي Triangle. هذا اسمه triangle. مثلث. Triangle. Un jeu. Une pieuvre. رح تابع. La. Chaleur. Ou la chaleur. La chaleur. Il fait chaud. Je ressens la chaleur. Chaleur. E-U. Le voilà et je prononce E. Donc, je mets un petit triangle. Mais ça m'a un sort. La chaleur. افتحت امي شوي. رح تابع. ان. كيف نلفظ هيدول الحرفين؟ ش. Cheveux. Un cheveu. J'entoure EU. Bravo. Et je mets un petit cercle. Cheveux. Un cheveu. Je continue. La. La peur. Ou la peur. تذكروا شو قلت لكم لا بير جي بير يعني انا خائف لا بير جانتور لو فونيم او فونيم اسمه لو فونيم او
et je mets un petit triangle parce que j'ai dit la peur, j'ai ouvert. تبغوا كثير مهم اللفظ en français. La peur. لفظ من اللو prononciation. Comment je prononce يعني كيف بلفظ. La peur. Je vais continuer avec un mot suivant. Un pneu. أكيد هيدي الكلمة كثير شفناها بالحلقة الماضية. إطار السيارة. Un pneu. Bien sûr, je vais entourer le phonème et je vais dessiner au-dessous, au-dessous يعني تحته, un petit cercle pour dire la houle que je dois prononcer e de cette façon. إنه لازم ألفظ بهالطريقة. Je continue. Il ne me reste que deux mots. L'avant-dernier, c'est une fleur. Bravo, une fleur. J'entoure le phonème, j'entoure le son E et je dessine au-dessous, au-dessous, يعني تحت, un petit triangle. Triangle, مثلث. Une fleur. Je me rappelle que j'ouvre la bouche. بتذكر إنه بفتح تمي. Une fleur. Très bien. أما الكلمة الأخيرة, le dernier mot, un, كتار منكم ذكروا لما شافوا الأكسان circonflexe, ذكروا صورة الصياد يلي عم بيتصيد سمك. Le verbe pêcher, يعني أصطاد السمك. Un pêcheur, صياد السمك. Pêcheur, j'ouvre la bouche, donc je dessine un petit triangle au-dessous. Pêcheur, je vais relire. Awashi, je relis les mots, il y a les bolfozondes avec E, en prononçant E. Un jeu, un cheveu, un pneu, et c'est tout. Maintenant, je prononce les mots où j'entends E, j'ouvre la bouche. Une pieuvre, la chaleur, la peur, une fleur, un pêcheur. كثير سهلين ما هيك؟ أنا بدي أنصحكم إنه بس تخلص حلقتنا تتمرنوا على لفظهم منيح وترجعوا تفتحوا صفحة جديدة تقسموها بالنص تحطوا من جهة كلمات يلي منلفظهم أ وكلمات يلي منلفظهم أ وهيك بس بدكم تقرون بتلاقوهم بسرعة وبتتذكرون على طول ما تنسوا أبداً تعدوهم كتير منيح تتمرنوا عليهم تتنطروني بالحلقة اللي جاية لأنه بوعدكم بالحلقة اللي جاية رح نتعلم نوفو فونام أنا كتير مشوقة ألتجع ألتقى فيكم وناطرة منكم أكيد تتواصلوا معي على facebook.com/madrasati77kids Je vous aime! Au revoir! Aujourd'hui j'ai de la fièvre, je tousse très fort je suis pâle, j'ai bien mal à la tête Quand le médecin sera là Il me donnera du sirop Et puis, quand je serai guéri J'irai jouer de nouveau Aujourd'hui j'ai de la fièvre, je tousse très fort je suis pâle, j'ai bien mal à la tête, j'ai bien mal à la tête.